اللقاح يمنع انتشار المرض. هسه انتم تشوفون كل الناس اللي تسابق على اللقاح حتى يحمي نفسه من هذا المرض، اللي حتى لا سمح الله اذا هو انصاب هو ما اخذ اللقاح ما اخذ جرعته حتى تصير الاصابه مالته بسيطه. يعني تعرف محمد ما تستوجب يعني يروح مستشفى او لا سمح الله توصل الوفيات. اقول بعض يسيلون وزاره الكهرباء عنده سكر او عنده ضغط ما في علاقه لا بالعكس. اذا في واحد ضغط عنده سكر هذا الاولى هو انه ياخذ اللقاح. اللقاحات ايش